عزوز عيونه اليوم انا معاكم قلبا وقالبا بما انك الجار واحنا عندي الجدة كده بعض بس نبغى منكم خدمة صغيرة طلعونا الهلال وكثر الله خيره فيه بيبي عدف ملكي اخضر خطر مو بس نطلع لك الهلال كل الفرق الاسيوية ها ونجيب الكاس حبيبي الصوبة وجانيني انت ابله انت قول لي ايش وضعكم داخلين بتشكيلة سمك لبن تمر هندي ترقي يا الله وكيلك يو مو سددت ديونكم واموركم عسل اوكيت سددت الديون بس جايبين اجنبي اكبر من جدي وده كوستا وبروفيتش يتمشوا تقول لي تسددت لا اتفرد انا بقى تشكيلة همومك خاطئ الكرة عطيف باتجاه كاريوب يبعد هالدفاع مشروع مرتدى خطير الاهلي ثلاثة على ثلاثة لا 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 تكوين جاني لداخل منطقة بكرة الله عليك يا بطل وش ذا الدفاع جانيني منفرد من وسط الملعب يا حبيبي ظنك تبي تجيب اسيا بهالفريق خلاص اسيا راحت مع سامي تمياط وثريان جيل كان يلعب بروح بس سمعني صياحك انت وياه هذا الاهلي هذا الراقي والعالمية صعبة قوية والعالمية صعبة قوية هاي ابو طاقية وين رايح وين الحق خويك الحق الطاقية الثانية يلا 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 هيا يا الاهلي يا ربان من انا دا خسران يا اهلي يا ربان من انا دا خسران يا الاهلي وين دا حماسي والفوز مطلب اساسي يا الاهلي يا ربان من انا دا خسران هلا حلو 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 كده الهلال يخرج من اسيا كالعاده ما في اي شيء جديد طيب وانتوا تقابلونا بعد ما نطلع الفريق الايراني كمل خطه يا حبيبي قول انه حنفوز عليكم ونقابل الفايز ما بين النصر والسد كمل لا فادي معليش اسمح لي حبيبي ود اسمح لك بس هذا ملكي اخضر خطر حيشطفكم زي ما شطف الهلال والله كان ودنا نفرحكم بس مو بيدنا بما انكم انتوا صفر في اسيا كبيركم دوري 16 لا تنسى احنا عميد اسيا مدان احمدان مدان احمدان يا القهر بس يا عام يا القهر ما بقى الاهلي الاهلي اللي ما عمره اخذ اسيا يطلعنا لا ولا يجيك واحد اهلاوي ما عمره شم العالميه يجي يقول لك العالميه صعبه قويه لا يا شيخ على اساس سدني يوم طلعنا كان معاه اسيا يا رجال ما بقى احد لو طقطق على الهلال لو يتاسس فريق ماليزي اليوم السنه الجايه يطلعنا لحس اسيا قال ايه؟ قال تبغى آسيا تبغى آسيا يا صغير جدا أكلت أربعة يا ليتكم سكتوا وقعدتوا مستورين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل دفاع تشليح ما جيبوا كاس جبنة مو كاس آسيا بعدين انتش ما كلمت علي زي الحية كده طحنوا من بيتنا ما تنجابوا ده سيبوا يا ابويا الضرب الميت حرام يكفي هزيمتهم حسين عبد الغني كان يلعب معانا في الحارة الى الان اساسي في الاهلي يا ولد كيف حتفوزوا اصلا مو راضي اعتزل ما يجيني ابهر يا هلال عزك عزنا يا هلال 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 يلا خذ تفضل الشباب المساكين افصحت عقولهم من كثر ما يعشمونا باسيا صاروا يحتفلون حتى بالهزيمه يا هلال عزك عزنا يا شباب ما لها داعي روحوا لبيوتكم لا احد يصوركم الحين وينشرها خله يصورنا فايزين ومبسوطين فايزين ومبسوطين وشلون الهلال فاز 4-2 من جدك اي من جدي يا هلال عزك عزنا يا هلال يا هلال عزك عزنا يا هلال يا هلال عزك يا هلال عزك عزنا يا هلال يا هلال عزك عزنا يا هلال يا هلال
الله يفشذ الفريق، ما عمرنا احتزمنا فيه وفرحنا، وش يوقف الهلال الحين؟ إذا خسر الأهلي يطلع النصر. غبي أنت، وش دخل النصر الحين؟ اسأل نفسك، أنت تشجع النصر وزعلان على الأهلي، كيف كذا؟ أنا غلطان يوم إني أناقشك، كيف كذا؟ طفشت منه هذا الجوال. ليش؟ وش فيه؟ رفع ضغطي كل شوية يعلق. بعذرة، كارفته 24 ساعة، سناب، انستغرام، توك توك. عامر الله يخليك، جيب لي جوال جديد، تكفى. وأنا أبو علي، تكفى تهز الرجاجيل. أبشر بعزس، يحضر لس أحلى جوال جديد. من جد؟ متى؟ إذا جاب الهلال آسيا. يوه، كل شوية تقول لي الكورة والهلال وآسيا، أنا إيش دخلني في آسيا هذه؟ عاد بكيفس، هذا اللي عندي، تبين جوال جديد؟ ادعي للهلال. يا رب، يا رب إنك تجيب الآسيا هذه، حيكون أحلى يوم في حياتي. يا رب، عني ما أتوقع. يا عالمي، يا جمهور الشمس، بعد شوي مباراة النصر أسد آسيا ضد السد، فزنا في الرياض واليوم بنفوز في أرضهم ونأكد التأهل. أسد آسيا أجل ها؟ أسد آسيا، متى أخذتوا آسيا عشان ترجعون له الترشيحي؟ الترشيحي! يا للللل، وش تبون أنتم بعد؟ جايين يطقطق عليك يا الفقراوي، ما ظنيت والله بعد هالثقة أنكم تتأهلون. بنفوز اليوم ونتأهل إن شاء الله، وبيطلعكم الاتي، وبيتقابلون الأصفرين العالميين، والمحلي يبقى محلي. سلام عليكم! وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلو حلو، الحين حلوة السهرة. ياسر، إذا النصر فاز تعزمنا كلنا على عشاء. أبشر بالعشاء اليوم والغدا بكرة. يا عمري أنا يا نصر، أنا أصلا تعبت وكرهت هذه الكورة، الناس ما عندها سيرة غير آسيا وآسيا وآسيا. مش تقولين عني، ولدي ياسر من أمس حالته حالة ولا تعشى. بشري يا بنتي، كم النتيجة؟ ما عليك يا خالتي، متابعة أول بأول، لغاية دحين النصر متأهل. الله يبشرك بالخير، يعني ولدي ياسر بيتعشى الليلة. حنا يا الأمهات شايلين هم أكثر من العيال، وأنا صرت أتابع أخبار ونتائج الهلال علشان خاطر ولدي عامر الله يصلحه. لا، وصرت أعرف أسامي اللاعبين، غوميز وكاريو وسالم بعد. الله يا أم عامر، صرت رياضية بتعرف أسامي اللعيبة. يس، بشري فاز النصر؟ لا، تسجل فيه 3 أهداف، يعني انهزم. الله لي يبشر عدوك بالخير. أجل أسد آسيا ها؟ وش ذا الأسد يا عيال اللي كل ما وصل دور ربع النهائي ديور؟ عاد تدري شكله الأسد بعرفه. بس بصراحة لو جوليانو بس يعني حطها أرضي كان ياسر الحين فالة، بس الله يهديه حطها في السطح. أقول تروك، تتوقع النصر متى ياخذ آسيا؟ إذا الاتحاد سدد ديونه. عاد تدري يا تركي، هذا 2-1، 2-1. ايه قاعد انت هو يا فقي يا محلي، سيب العالميين في همومهم. ايه لا لا لا، حرام حرام صراحة، خلونا نوفر الكلام بكرة، معانا مباراة معهم نبي نجلدهم. ايوه بكرة مباراتنا وحنهزمكم. اضحك اضحك انت وياه يا الطواقي، مصيركم تطلعون زي كل سنة ان شاء الله، واللي بيطلعكم مشرف الوطن بكرة ان شاء الله العميد. يا دحين صرنا عميد، نسينا ما صديقنا لنا. لا تصيح يا القوطي ها، بعدين لا تنسى تمر محل الرياضة عشان تشتري طقم الاتحاد وراوة وقوانزو، لأنك بتحتاجهم زي كل سنة. ياسر ياسر، العشاء كل من جوليانو ده، الله حسيبه، حرمنا العشاء من الجوع عشان ثاني مرة ما تتعشى من فقراوي. ياسر، ما يصير اللي مسويه بنفسك، خلاص عاد الكورة فوز وخسارة، اجبر بخاطري وكلك لقمة. والله مالي نفس آكل يا الغالية، بس لو شاتها جوليانو أرضي كانت أهلنا النصف النهائي، ويمكن ناخذ آسيا ونروح العالمية مرة ثانية. عندي لك فكرة، وش رايك أخطب لك وحدة اسمها آسيا، وبكذا تصير خذيت انت آسيا. ما بيك تضحك، قم كل ان شاء الله. يلا يوف، الكره بعيده تلعب بالراس. ايوه 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 ايوه
لسه لسه تو اللعب اصبروا وما تحلوا عليه يا جمالة. آخ يا قلبي راحت علي الهدايا بسبب الحارس ذا اللي قاعد يتفرج. يا حسرتي على ولدي الحين بيرتفع ضغطه. عيلو خير عيلو خير، المباراة الدقائق الأولى والفرس الأصيلة ما تسبق إلا تالي. والله حرام تضيع آسيا بأخطاء غبية زي كذا. معصي معصي تجيك آسيا وهذا فريقك المعيوف والبليهي، الفريق كله ترقيع في ترقيع، اطلعوا مخي يا شيخ. ما اسمع ما اسمع يا ابوي، صيح صيح صيح، سمعني صياحك يا مسخرة آسيا. كابتن فوز علينا في دوري، تفوز علينا في كاس، اما آسيا اصحى حقت العميل. التعادل السلبي بدون اهداف، الكرة ملعوبة لسالم الدوسري، سالم يلعب كرة لجوفينكو، جوفينكو يلعب كرة لسالم، سالم سالم هي هي الى كاريو، كاريو لعبها جول. يس 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 يس، ابطال والله يا ابطال، فعلا زعماء القارة كله، البلاي المعيوف سالم سالم. لا يا شيخ مو بتو تقول ترقيع، ما بشغلك. شفت هذا التعادل، الحين بيجي الثاني. خالية بسألك دحين إذا انتهت المباراة تعادل تروح لأشواط إضافية؟ لا انتهى الاتحاد. ليه؟ والله حرام ظلم. نظام الهدف هدفين، ما أنا فاضي أشرح لك. ياخذ الكرة يدور على زميله يلعب الكرة هناك في الجهة اليمنى. يلا يا سالم لكاريو، كاريو يلعب يلا يا سالم. هدف هدف. أنا قايل لكم وصلوا صوركم وصلوا، الخير جاي. وش فيك يا عمي طلعت بدري؟ ترى تهون مباراة ما انتهت، يعني باقي في أمل. أمل؟ أمل مين يا أبو أمل؟ معك سيارة تقول لي أمل؟ هذا الثالث يا كابتن. يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة سار الليل يا أبو ثلاثة، الطاويلات ترحمونه سار الليل يا أبو ثلاثة، يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة سار الليل يا أبو ثلاثة، الطاويلات ترحمونه سار الليل يا أبو ثلاثة. ألف ألف مبروك، تستاهلوا، يا رب توصلوا الكاس وتاخذوه. إيش 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 إيش؟ تتمنى الهلال ياخذ الآسيوية؟ إيوة أتمنى عادي، فريق سعودي ويمثلني وتعب واشتغل على نفسه. خونة طول عمركم خونة. قالوا لهم هذا النظام ابن حلال شغل افلام هندية، وش اللي خونة ما خونة، شغل بكايات وكلام فاضي. ويا بكايا ويا بكايا ويا بكايا حمد الله يا بكايا. اليوم الهلال على اخر خطوة من النهائي الآسيوي، ما هي نسبة تحقيق هذا اللقب؟ بعد خروج الأندية السعودية من البطولة أرى أن الهلال أثبت أن العالمية سهلة علي وصعبة على غيره. وش يبون أكثر من كذا عشان يحصلون على هالبطولة؟ علمني. الشرق والغرب فصلوهم عن بعض وصارت عبارة عن بطولة خليجية وليست أسيوية. المهم الحمد لله ربهم كلش عندهم، الحشد المالي والمحترفين والجماهير. هي إذا ما حصلوها فضيحة فضيحة. وليش النصر خرج من البطولة هذه دام انتوا تقولوا انها سهلة؟ على فكرة يا اخوان بكرة الهلال حيلعب مع السد وحياخذ بتار النصر، لان طريقة لحظة الهلال بفارس، لحظة يا حبيبي انا ما قاطعتك، لو سمحت لو سمحت لو سمحت اعطيني وقت. الحوار كله عندك. لو سمحت انا ما قاطعتك، خليني اكمل كلامي. ابو تركي ابو تركي دقيقة، انا اكمل كلامي وبعدين جالس يتكلم الحالة. خلاص دقيقة بس، دقيقة ابو فارس نختصرها بس دقيقة. ابو تركي تفضل. انت طلعتنا من محور حديثنا، إن اليوم جايين نتكلم على الهلال مو على النصر، هذا أول شيء. الشيء الثاني القرعة خدمت الهلال. الأندية كلها، شوف يا حبيبي لو سمحت أنا ما قطعتك، أنت قاعد تقول أبو فارس معلش زي ما تعطيه هو فرصته. أعطيني أنا ما قطعتك أبو فارس، آخر زمن هو يقول. دقيقة 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 أبو فارس دقيقة دقيقة معلش أبو تركي، فاصل ونواصل. على اليمين راح كاريو في محاولة هلالية، مرة كاريو عدى كاريو. يلا يا عيال يلا يا رب يا رب. شدوا الهمه شدوا الهمه يا عيال، عندي احساس ان جوميز بيسجل هدف. الله يسمع منك. الهيدوس يلعب الكره
مباراه اخرى لاكرم تمريره بتدان ام تايهيل الهيدوس تحرك هجومي خطير جدا وكره عرضيه يا سلام جوميز جاب هدف فريق وهدف اول اركم يا جماعه جوميز جاب الهدف افرحوا يا فقي الهدف مو للهلال كل من عينك يا تركي بدل ما جف الخصم جاب في نفسه الله يرجك انت حساسك مبكر في الربع ساعه الاولى القم انت وياه القم من كثر ما تطلعون من اسيا صرتوا تدلون دربكم ما يحتاج فريق يطلعكم تسجلون في نفسكم وتطلعون مره واحده هذه اخرتها هذا واشكاله يطقطقون علينا وهم طالعين قبلنا الله يهديك يا زعيم يا رجال قايل لك فريق ترقيع في ترقيع يا جماعه ما بقى شيء على النهائي نطلع بالطريقه دي والله فشله اقسم بالله مو بوقتك يا تركي اركد يا اخي ما احنا فاضيين لك اسلوبه في الملعب بالخطا من الدفاع هذا كاريو هذه واحده كاريو عرضي يمين خطير عند جوفينكو بالكره وكوميس الله يس يس يا قلبي يا قلبي يا زعيم يا احسن فريق في القاره كفو كفو توك تقول فريق ترقيع الحين صار افضل فريق مو بشغلك خالي ممكن اسالك سؤال انا اكره الاسئله وقت المباريات طب بس الله يخليك قول لي ايش حيصير بعد الفوز دحين خلاص ضمنا التاهل للنهائي يوم 24 ان شاء الله واي فريق قبل الهلال حيهزم الهلال على مين تتصلين ابغى اتصل يا خالتي احجز شاليه يوم النهائي يوم 24 ما شاء الله الله يكثر خيرك الله يكثر خير ولدك عموري حبيبي هذا غير الهدايا وفي السفرة كمان الله لا يحرمنا من الهلال يا رب يا حسرتي عليك يا ولدي ضاعت قروشك يا جماعة لازم نشوف لنا دبرة خروج الهلال تأخر كثير هالسنة وانا شاك ذي المرة الهلال جايبها جايبها يا ابن الحلال انت تذكر ربك قل لا اله الا الله لا اله الا الله يا جماعة اعطونا الحل اقوى خلنا نتعوذ من الشيطان ونشجع جارنا ذا الهلال تراهم جيران ها ما يخالفون معنا ايش 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 انا اشجع الهلال والله لو يموتوني فحطوا ما اشجع ذا الطواقي بعدين كيف تبين مصدقونك انت يا النصراوي لك 20 سنة متولجهم طلعت الشيب في راسهم العالمية صعبة قوية أنا أقول أنا استعجل ننتظر المباراة الجاية ونشوف شو بصير أركض بديتي